النشيد الوطني العراقي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا محاضرين واداريين محافظه البصره وعموم العراق من 2017 من مجاني اذا انه بصرنا عقود وزاريه الى اليوم. زين هو اليوم الميزانيه الانفجاريه وقاعد يوزع بالمليارات، شنو السبب؟ احنا الوحيدين ما يثبتنا، ادري يختبر صبرنا هو، ما ندري يعني ما ادري شنو العدد مالنا، هو العدد زين من يعني ساد الشواغر بالمدارس، فهو شنو يريد يستغنى علينا؟ يا اما يعطينا فائض وخلي يعني يبطلنا من المدارس، يا اما يثبتنا خلي يسوي لنا حل، ولا هو يختبر صبرنا. فالكل الصبر حدود، فهو يعني بالنسبه له ما ندري بعد شنو يتحجج. ساعه بالميزانيه، الميزانيه الانفجاريه، ساعه يتحجج بالاعداد، الاعداد غير كافيه للمدارس، فما ندري. فنوصل رسالتنا لرئيس الوزراء وللبرلمان وللنواب البصره، بالاخص نواب البصره خلي يسمعون صوتنا، نواب البصرة النايمين سمع أصواتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم كشريحة موظفين 36,000 درجة وظيفية نتضامن مع اخوتنا المحاضرين في محافظة البصرة، ونطالب من الحكومة المركزية والمحلية بانصاف هذه الشريحة بين المحاضرين والاداريين وكل الشرائح تخص موظفين التربية فقط. فنريد من نواب البصرة 25 نائب، فما اريد يا ريت كل نائب يجينا هنا يتضامن مع الموظفين ويوصل صوتهم الى بغداد للوزارة. فجزاكم الله خير وجه التضامن مع الموظفين ومع كل شرائح العقود. احنا على وشك خليجي 25 في محافظة البصرة، يا ريت تكون تخلص هذه الأزمة اللي في الشارع والمظاهرات حتى نستقبل ضيفنا في الخليجي 25. ومستمرين احنا التضامن معنا والمظاهرات مستمرة، وإذا ظل هيك التهميش يرجى تصعيد يعني تصعيد من قبل الموظفين وكل الشرائح تتضامن مع المحاضرين. فيا ريت الحكومة المركزية والمحلية أن تتدخل بشأن المحاضرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن محاضرين وإداريين وحرفيين محافظة البصرة، كنا سابقا محاضرين بالمجان. أنا من 30 درجة وظيفية ممثلين علي محمداوي الأبطال. كنا في السابق على قرار 130 وحاضرين على قرار 315، وفي قانون أمن القذائي سنوا هم قانون اللي عنده خدمة سنتين يتثبت، ومن ثم تم المماطلة من بعض النواب، وهذه أبسط الحقوق. نحن كمحاضرين وإداريين في محافظة البصرة وبقية المحافظات صارنا 3 أيام معتصمين هنا لحد اليوم إكمال جلسة مجلس النواب. إذا لم يتم حسم ملف المحاضرين خلال هذه السنة
فإن العواقب سوف تكون كثيرة، وأغلب مدارس محافظة البصرة تملؤها المحاضرين. أنا كمدرسة 8 محاضرين، إحنا مدرسة واحدة. اليوم الماء صار 3 أيام معتصمين أطفالنا، أنا حتى ابن اليوم جايبنا وياي مغيبا من المدرسة، ليش ما عندنا معلمين؟ وفي منطقة القبلة الكل يعلم الشركة الصينية قاعد تبني وانشأت قيد إنشاء مدارس، وكل هذا ما تحتاج إلى كادر. يعني نواب البصرة لم نرى من عندهم أي نائب، فقط قبل كم يوم أجانا نائب عدي عواد والتقى بالأستاذ أحمد مناف على مود الكلف المالية. فنتمنى حسم ملف المحاضرين، نواب البصرة لم نرى أي دور منهم. لماذا هذا التهميش لفئة مثقفة تخدم المجتمع العراقي بأكمله، وبخاصة شارع البصرة؟ احنا في محافظة البصرة الغنية بالثروات وكافة العراق وشريان العراق هي البصرة. لا خدمات، لا البطالة كثرت عندنا في محافظة البصرة. أين دور الحكومة؟ المحافظ أين دورك؟ مشكور رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا محاضرين محافظة البصرة، اشتغلنا بالمجان لمدة 3 سنوات، وهي 18 و19 وال20، وبعدين اجى قرار 130 اللي هو على اساس تعاقدنا، بعدين حولونا عليه قرار 315، وهذا قرار 315 ينصف كل الوزارات العدة خدمة سنتين عقدية راح يتحول على الملاك الدائم. بس للأسف الشديد احنا نتابع وكل الوزارات رفعت بياناتها ومشموله بهذا القرار الا وزاره التربيه. يقول لك ليش؟ سببها ما عندك تخصيص مالي. زين احنا الى متى؟ يقول لك انت وزاره خدميه مو وزاره انتاجيه، وهاي الوزاره الانتاجيه عندها تخصيص مالي ويكفيها ويثبت روحها مثل ما صارت ويا الكهرباء. اما احنا ما عندنا تخصيص مالي، فلازم تبقى عقد طول عمرك. فاحنا معتصمين لليوم الثالث على التوالي، واليوم الثاني طبعا اضراب ومظاهرات واعتصام مفتوح. اليوم الثاني جلسه مجلس الوزراء اللي قررونا وكسبوا حقوقنا بها، واذا ما كفى احنا مستمرين وراح يصير بالموضوع تصعيد ازيد. محاضر من محافظه البصره، حياك. نحن مجموعة كبيرة من عقود تربية البصرة من ضمن المتعاقدين في عموم العراق، حاضرنا بالمجان لمدة 5 سنوات و6 سنوات على أمل أنه نحصل يوم من الأيام على التثبيت، ولكن الحكومة لم تنصفنا إلى هذه اللحظة. صار 3 أيام تظاهر سلمي، وإذا استمر تجاهل الحكومة المركزية في بغداد وتثبيتنا على الملاك الدائم وتجاهلوننا، راح نضطر أنه نصعد، والتصعيد راح يوصل إلى مرحلة إسقاط حكومة بالكامل مثل ثورة تشرين اللي قادوها الخريجين. هاي الأعداد ما أجت هيجي اعتباطا، هاي البنات ما طلعت من بيوتها على مود ترجع فارغة. فهاي المرة إما تثبيت أو إسقاط الحكومة بالكامل، لأن شبعنا من الوعود الكاذبة ووصلنا إلى مرحلة تثبيت تثبيت تثبيت. Thank you.
انطلاقا من هذه الثوره، الثوره المباركه، الثوره الشريفه، ثوره المحاضرين وثوره العقود، التي هذا اليوم الثالث نحن ما زلنا واقفون على باب تربيه البصره، وهذه الجريمه الكبرى انه الانسان الخريج بعد ما يتعب على نفسه لمده 18 سنه دراسيه، بعد ذلك بالنهايه يجي يوقف على باب تربيه او على باب حكومه يستجدي من عندهم تثبيت لو يستجدي من عندهم عقد. حجه الدوله انه ما ثبتوا وزاره التربيه انه ماكو تخصيص مالي، وامس تصريح لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني يقول احنا مستمرين بجلسات مجلس الوزراء اللي ما بيها تخصيص مالي، الجلسات اللي ما بيها تخصيص مالي مستمرين بيها، بس اللي بيها تخصيص مالي هذه توقفت لحين ما تنتهي عطله مجلس النواب. زين العراق مثل شنو؟ ما بي مال، ما بي تخصيص مالي، ما بي ماليه. بعد الامر الثاني اللي صرحوا بيه يقولون وزاره التربيه وزاره مو انتاجيه، وهذا الخطا الكبير، الخطا الشائع، بل هي اكبر وزاره انتاجيه هي وزاره التربيه. الطبيب والقاضي والمهندس والمدرس والوزير ورئيس الوزراء ورئيس الدولة كلهم من إنتاج وزارة التربية. أي إنسان اليوم واصل بالمجتمع، طبيب ولا مهندس ولا قاضي ولا محامي وإلى آخره، هذا من إنتاج وزارة التربية. إذا ما مر بوزارة التربية وما مر بمراحل الدراسة الابتدائية ومتوسطة وإعدادية وبعد ذلك كلية وتخرج، هذا ما وصل للمرحلة اللي هو بيها اليوم. فكل اليوم الناس اللي موجودين اللي عليهم اعتماد بالدولة هم من إنتاج وزارة التربية. احنا اليوم اذا نريد نبني مجتمع، المجتمع اذا نريد نبني، اول فقره ببناء المجتمع هي تقويه المؤسسه التربويه والمؤسسه التعليميه. زين انا اليوم شلون اقنع الجيل، شلون اقنع ابني وابنك والاصغر مني انه يدرس ويثابر ويجد ويجتهد على دراسته اذا اشوف هذا حالنا؟ اذا اشوف حالي انا 18 سنه صار لي ادرس وتخرجت، تاليته اوقف على باب التربيه اجدي تثبيت واتوسل بيهم، وهاي العالم اللي ما عتها غير الله وغير هاي الوظيفه اللي يريد يتشلبون بيها والدوله رافضه حقيقه. زين انتم وضحوا لنا الاسباب، مثلا العراق شنو؟ ما بي فلوس، لا فلوس موجوده، انا اللي احكي وياك من اهل مقصر. زين وبس ميناء مقصر يسلم الدوله سنويا ما يقارب 90 مليار او اكثر، هاي الساحات والشركات اللي موجوده بميناء مقصر. قبل قليل ولد هنا أنا مهندس بالنفط جايب زوجته ايضا محاضره، يسولف لي يقول لي حق الواحد بالرمانة يقول لي ينتج يوميا مو شهريا، بير واحد العفو من النفط يقول لي ينتج يوميا 4700 برميل. هذا انتاج، يعني انتاج فظيع وانتاج عالمي وانتاج هائل. زين انت من هاي الاموال ما تقدر تخصص لهاي الناس تخصيص مالي وتثبتها؟ زين هاي العالم من درست وتعبت شنو ذنبها؟ بس هم بين قوسين يريد ينهون هذا البلد، يريد يدمرون البلد، فحاولوا بكل صوره وبكل وسيله انه يدمرون البلد، ما نجحت وياهم. فالصوره اللي لقوها الاكبر هي اللي يدمرون بها البلد هو انه يظلمون هذه الشريحه وما ينصمون هذه الشريحه اللي هي شريحه الخريجين. وانا حقيقه ممتن وشكر الدائم لمدراء المدارس اللي وقفوا ويانا واللي ساندونا، وخاصه مدير مدرستنا احنا الرجال اللي وقف ويانا ومساندنا من ذيك الفتره لهاي الفتره وواقف ويانا بكل شيء وانصفنا حقيقه، اوجه له الشكر الجزيل. وعتبي على بعض مدراء المدارس، عتبي على بعض مدراء المدارس اللي ما يخلون جماعه العقود يتظاهرون، اللي يسجلونهم غياب واللي يسووا لهم انقطاع، اعتبي عليهم عتب كبير. اقول لهم انتم ليش؟ انتم بالبدايه هم كنتوا عقود وبعدين تثبتوا، فانتم ما تحبوننا الخير، انتم المفروض توقفون ويانا وتساندونا حتى نوصل لمبتغانا. وهذا مطلبنا، مطلب مشروع ومطلب حق ومطلب قانوني، واحنا ما طالبين شيء غير حقنا. فيجب هذه مناشدتنا ان توصل الى كل مسؤول، الى كل شريف، الى كل من يهمه الامر بالدوله. وانا اقول للرئيس الوزراء ان وعد الحر دين، وانت باكثر من مؤتمر صحفي اكدت انت راح تنصف هاي الشرائح وتنصف المجتمع وتغير الوضع، فارجو ان تغير الوضع الى الافضل، وشكرا جزيلا لك. يوم نخلي الملعب، هاي المساعد، يوم نخلي الملعب، هاي المساعد، يوم نخلي الملعب، هاي المساعد، يوم نخلي الملعب.
للمديريات خلال 72 ساعة رفع البيانات. احنا بادلنا بالمثل بالمير يخدم جانب المجان تقبلها هذا ينهان يخدم جانب المجان تقبلها هذا ينهان والسودة ريد صاف وكاف وعود والسودة نعيش بيك كل القضية ثورتنا ثورة أحرار اليوم نعلن تضامننا مع أخواننا وأبنائنا وأخواتنا وبناتنا المحاضرين والإداريين، وإن الله سبحانه وتعالى يقول قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. فلولا كلمة الحق تقال، لولا وقوف وتواجد المحاضرين داخل المدارس والله لأغلقت المدارس قبل سنين. الذين المحاضرين يقومون بواجبهم على أتم يعني الوجه. اليوم أصبحت المدارس خالية من الطلاب، الطلاب يتباكون يسألون عن معلمينهم، أولياء الأمور يأتون، ما عندنا أي حل إلا هو تثبيت المحاضرين والإداريين. كلمة الحق تقال. أنا أشوف مدير احكي كلمة والله المحاضر قائم وبواجبه على أتم وجه من كل الأمور اللي يتصف بها المعلم. يعني أنا لا أحكي عن المعلمين على البلاك الدائم، لكنه المحاضر اليوم المحاضر جاي يؤدي عمل ورسالة يشهد الله توازي على الملاك. محاضرين مدرسة تعداد طلابها 700 طالب، ملاك 13 6 7 محاضرين أو 6 ملاك، تقريبا عندي 7 صفوف بما فيهم الخامس انتهت بدون تدريس، قاعدين بالساحة. أنا أحد محاضري العراق، نطالب رئيس الوزراء بالتثبيت على الملاك الدائم. يعني ما يصير رئيس وزراء صار للمحاضرين 3 أيام ما يفترشون الشوارع في كل محافظات العراق، كل محافظات العراق يفترشون الشوارع وينامون في الشوارع في هذا البرد ولا يفكر بهم، ولكن لا يسمع أصواتهم. المدارس كلها مغلقة، هل هم جاءوا إلى تدمير التعليم أم ماذا؟ لماذا هذا السكوت يا رئيس الوزراء؟ وماذا طالبوا قياساً بملايين ومليارات التي جاي تسرق من أموال البلد؟ والإمكانيات المادية لا تكلف هؤلاء يعني أفلاس قياساً بالأموال اللي جاي تنسرق من قبل الأحزاب وتنسرق من قبل اللي رؤساء الأحزاب. ما يصير هيك يا رئيس الوزراء. نطالب من هذا المكان وأمام متظاهرين البصرة بصورة عامة والإداريين والمحاضرين بالتثبيت على الملاك الدائم بإصدار قرار واضح وصريح بدون قيد أو شرط، التثبيت حصرا بدون قيد أو شرط. وشكرا لكم.
اليوم خرجنا مع أخواننا العقود المتظاهرين الإداريين والمحاضرين ونطالب لهم بالتثبيت على الملاك الدائم، وهذا أبسط الحقوق لهم لأن تعبوا معنا هذه الفترة الطويلة. فمن حق كل محاضر أو عقد نقدر نقول بعد راح اسم المحاضرين نسميهم العقود، ومن حقهم وواجب على الحكومة تثبيتهم على الملاك الدائم، وهذه أبسط الحقوق. وإن شاء الله سوف نقف معهم إلى نيل مطالبهم الكريمة، وهي من أبسط الحقوق لديهم. باسر مدر اشبيل يا محسن بن باسر باسر مدر اشبيل يا محسن بن باسر. طبعا خرجت كل منتسبي تربية البصرة للمطالبة بالتثبيت أسوة بباقي الوزارات، وهذا بصراحة أبسط حقوقهم على اعتبار مرة السنين وهم يعملون بالمجان كمحاضرين وإداريين وعقود قرار 315. اليوم مطلبنا واضح جدا، أنه بصراحة هذا ثالث رئيس وزراء يتبدل والمطالب نفسها. اليوم رسالتنا مختصرة، في حال لم يتم تنفيذ مطالبنا سوف يكون لنا خطوات تصعيدية وقطع البصرة بالكامل، وإن شاء الله خطواتنا مستمرة واعتصامنا مستمر، وخطواتنا التصعيدية لا يحمد عقباها. وإلا بصراحة هناك مؤامرة على العملية التربوية في عموم العراق، كل تربويين العراق وعقود العراق مستحقاتهم 3 مليار، والبصرة أعطت بس موازنة 2021 164 تريليون، يعني ما له تأثير على الحكومة. وإن شاء الله نتأمل من السيد رئيس الوزراء حل هذه القضية وإنصاف الشعب وإنصاف العقود بالكامل والمحاضرين والإداريين. خطواتنا التصعيدية هي معروفة بالسابق، قطع البصرة بالكامل وغلق كل مديريات البصرة بالأقضية والنواحي، كذلك تحت التدقيق في وزارة المالية. أيضا ننتظر من السيد رئيس الوزراء ومن وزير المالية السيد طيب سامي انصاف كل العقود بدون استثناء. شكرا جزيلا الشيخ عمار زيد. اخوتنا المحاضرين بالمطالبة المشروعة. بسم الله الرحمن الرحيم. تضامن الحقيقة اليوم نقابة المعلمين فرع البصرة مع أخوان المحاضرين والإداريين في محافظة البصرة من أجل تثبيتهم على الملاك الدائم، وهذا حق من حقوقهم البسيطة وهو التثبيت. التثبيت له مزايا كثيرة، منها أن تكون جميع المدارس مستقرة في دوامها، وبالإضافة إلى العقود وإبرام العقود مع المديرية العامة يسبب إرباك في كل سنة. فاليوم التثبيت هو مطلب من مطالب نقابة المعلمين فرع البصرة وجميع النقابات الموجودة في العراق. باسم نقابة المعلمين فرع البصرة نقف تضامنا مع أخواتنا المحاضرين والإداريين العقود من أجل تثبيتهم على الملاك الدائم بعد أن عانوا سنين طوال بالمجان، والآن قاموا بتحويلهم إلى العقود، والآن بعد هذه الفترة الطويلة نطالب تثبيتهم على الملاك الدائم
من أجل استحصال حقوقهم، كونهم أداة لرفع المستوى العلمي في المدارس وسد الشواغر في المدارس بعد أن كانت فارغة. فنتمنى لهم التوفيق والجاعوا وتثبيتهم على الملاك من أجل حقوقهم، ونستمر بمطالبنا إلى أن التثبيت. اليوم خرج محاضرين عن العراق عامة وليس البصرة، اليوم خرجنا لسوء العملية التربوية، خرجنا مطالبين بالتثبيت. نحن خدمنا العملية التربوية لخمس سنوات وسبع سنوات، اليوم أكو استهداف للعملية التربوية، مو بس تربية البصرة والتربية العامة كلها. اليوم كل الوزارات ثبتت على الملاك الدائم، ولكن تربية البصرة والتربية العامة في العراق وزارة التربية أكو استهداف عام للتربية والتعليم. ليش اليوم الطلاب، جميع الطلاب اليوم فارق المدارس؟ يعني ليش كادر التدريسي ماكو اليوم؟ شو اللي سبب هاي ظهور جميع الوادم هاي؟ قال الطالب التثبيت على الملاك الدائم، وشكرا جزيلا. نطالب الحكومة المركزية المتمثلة برئيس الوزراء محمد شاع السوداني بإنصافنا لجلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم بتثبيتنا على الملاك الدائم أسوة بباقي الوزارات، وإن لم يتم إنصافنا في جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم سوف يكون لنا تصعيد في الأيام القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن عقود مديرية تربية البصرة، ظاهرنا اليوم بالاعتصام إن شاء الله السلمي المتحول إلى طالب التثبيت على الملاك الدائم أسوة ببقية الدوار. بالنسبة للدوار الكهرباء اللي ثبتت، كهرباء الكهرباء التعليم العالي بلدية بس بقت شنو؟ التربية شنو؟ لأنه هسه الدولة جاية تهدم العملية التربوية بالعراق، لذلك شنو؟ ما جاية تنصف هاي الشباب اللي قضى سنين بالمجان، صار لنا سنين داوم بالمجان، لا صار لنا سنين داوم ما نصبتنا الدولة، لا نصبتنا بقرار 130 ولا هسه قرار 315، فنطالب الدولة بالتثبيت على الملاك الدائم.